الآراء هذا قمنا به برنامج المتحدة الإنمائي مشروع دعم المسلمين الانتخابي قام به لأول مرة في 24 ولاية بصبر آراء تونسيين وتونسيات حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية. والصبر آراء هذا ضم فئة ممثلة تتكون من 3772 شخص في مختلف ربوع الجمهورية في الأرياف وفي الوسط الحضري وغير الحضري. الصبر الآراء هذايا خرج لنا تناول عديد المواضيع، مشاركة المرأة في الحياة السياسية، القيمة المضافة التي ممكن تعطيها المرأة للحياة السياسية، أيضا مشاركة المرأة كقيادية، رئيسة حزب، رئيسة بلدية، رئيسة برلمان، رئيسة جمهورية، رئيسة حكومة. سألنا التونسيين والتونسيات حول تصوراتهم لهذه المشاركة، فكانت الإجابات متنوعة. فما ولايات كنا نظن كونهم هما الولايات باش تكون ولايات تحت المراتب الاولى في دعم المراه، نظن لانه ما فماش دراسات قبل نفذت في هذا المجال. فهو لاحظوا كون الولايات مثلا سوسه كانت في مراتب متاخره بالنسبه لدعم مشاركه المراه في الحياه السياسيه، ثم ولايات اخرى ظهرت كولايه باجه، ولايه الكاف، ولاية داعمة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية. وهناك أيضا مناطق كاملة يعني نوعا ما لا تدعم، عفوا، لا تدعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية من قدر كافي، وهي ولاية الوسط الغربي والجنوب الغربي. هذه الصبر آراء أردناه خريطة طريق للمرشحات للانتخابات المقبلة لإعداد الحملة الانتخابية باعتماد معطيات علمية تركز على انتظارات التونسيين من المرأة السياسية في كل ولاية على حدة. اليوم نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، نسبة المشاركة المرأة في الحياة السياسية، إذا نرجع ونشوفه كونه حسب إحصائيات كونه قرابة 168 حزب مصرح به في 2013، فما ثلاثة رئيسات أحزاب، واحدة أمينة عامة واثنين رؤساء أحزاب، رئيسات أحزاب. نرجع كذلك للمجلس الوطني التأسيسي، نشهد مشاركة قرابة فاقة 30%، ولكن بنظر لاعتماد الفصل 15 الذي أقر مبدأ التناصف في القائمة المرشحة. إذن فمشاركة المرأة في الحياة السياسية ليست بالقدر الكافي رغم القوانين التي تم إحداثها واعتمادها في هذا المجال. لذا المجهودات يجب أن تكون مضاعفة من مختلف الهياكل. نحن كبرنامج أمم المتحدة الإنمائي من ناحيتنا قمنا باعتماد صبر آراء إلى جانب العديد الدورات التدريبية لفئة المرأة المرشحة، وإن شاء الله إذا جذبنا تخطو خطوات أخرى المختلف الهياكل الدولية والوطنية في هذا المجال لتدعيم مشاركة المرأة في الفضاء العام ومنها في الحياة السياسية. اليوم وضعية المرأة في الحياة السياسية كيفاش تراها، تقيمها؟ والله وضعية المرأة إذا نقيموها بصورة موضوعية، كون الإحصائيات تعتبر إحصائيات يعني جيدة على المستوى الدولي مقارنة بالمستوى الدولي، 30% في المجلس الوطني التأسيسي، لكن مشاركتها ضعيفة للغاية في مستوى داخل الأحزاب السياسية في مستوى مواقع القرار والمسؤولية، حيث كونها نشاهدها كونها تعمل عملية التعبئة في وسط الحملات الانتخابية، لكن تقوم بعملية التعبئة لصالح الرجال وليس لصالح النساء في أغلب، حيث نجد أن الرجال يحتلون المواقع القيادية في الأحزاب وداخل المؤسسات التشريعية والمنتخبة بفضل النساء. اليوم معناتها مازال صراع المرأة والرجل من أجل المناصب حتى في لا مش ما نحكيش عليك صراع، نحكي كونه يجب كونه المرأة تضع يدها إلى جانب الرجل لاقتسام والاعتماد التناصف في المواقع القيادية، لأنها للمرأة أيضا شأن هام ولاحظناه حتى على المستوى الدولي في القيمة المضافة اللي ممكن تعطيها للحياة السياسية، وهذا شهدناه في التجارب الدولية كالمرأة كعنصر هام في التخفيض من الفساد المالي والفساد السياسي وأيضا من العنف السياسي. هذا شاهدناه في مستوى التجارب كرواندا مثلا، المرأة في الحياة السياسية لها مشاركة كبيرة في رواندا وفي بلدان أوروبا اسكندنافية، نشهد مشاركة جيدة وهامة للمرأة، ونجد كذلك وقع هام لهذه المشاركة على المجتمع وليس فقط على الأحزاب السياسية، ولكن أيضا على المجتمع، على الاقتصاد وعلى النواحي الاجتماعية والسياسية الأخرى. اليوم
اليوم الثقافة السائدة في جل ولايات الجمهورية صورة المرأة اليوم كيفاش وضحتها الدراسة اليوم؟ صورة المرأة توضحت عن طريق الأسئلة التي طرحت على المرأة، ونحب نأكد في هذا المجال كون الدراسة هذه ما وضحتش كل شيء. هذه دراسة نعتبرها مرحلة أولى، لأنها هي صبر أراء، هي مرحلة أولى في انتظار. نحن ننتظر من مراكز البحوث التابعة للجامعات وأيضا مراكز البحوث الخاصة كونها تقوم بدراسات وبحوث باعتماد نتائج صبر الأراء اللي قدمناها اليوم للغوص أكثر في تصورات الاجتماعية للتونسي في الصورة النمطية اللي قعدت للمرأة في عالم. أهم فكرة اليوم، أهم فكرة توصلت لها حتى لو تكون سلبية معناتها. لا لا، توصلنا كونه ثلثي التونسيين داعمين لمشاركة المرأة في القطاع السياسي، وهذا جيد جدا. توصلنا لكونه النسبة الداعمة للمرأة الفئات العمرية هي 45 سنة فما أكثر. توصلنا لكونه من بين الفئة العمرية الرافضة والأقل دعم للمرأة هي الفئة العمرية 18 سنة 29 سنة، وهي فئة الشباب وهي فئة هامة. لذلك العمل كبير للنساء داخل الأحزاب لتحسيس هذه الفئة، فئة الشباب، بالدور الهام الذي ممكن أن تلعبه المرأة في الحياة السياسية على مستوى مختلف مناطق الجمهورية. الفئة هذه هي فئة يعني دائمة أقل قدر ممكن لمشاركة المرأة في الحياة السياسية، وفئة في رأيي يجب العمل عليها، يجب إجراء وبحوث ودراسات أخرى تكميلية للتعرف عن أسباب عدم دعمها من مشاركة المرأة في الحياة السياسية.